بوسالم أو سوق الخميس كما كانت تسمى قبل 1966، موغلة في القدم جهة بوسالم عبر التاريخ. لم يكن صدفة أن يقع الاختيار على هذا العنوان لليوم الدراسي الذي احتضنته دار الثقافة ببوسالم يوم الثاني من جوان الجاري بحضور باحثين ومختصين. عندها تاريخ كبير ياسر، تبدأ من فجر التاريخ، عثرنا على آثار تعود الإنسان فجر التاريخ في جهة بلطة وفي جهة في برشا بقايع من المحيطين بوسالم. أقدم حضور بشري بالجهة يرقى إلى فترة فجر التاريخ. أحد أهم النقائش اللاتينية في العالم، وعما أقول في العالم، هي نقلت في نهاية القرن 19 إلى متحف اللوفر، وأهم وثيقة تاريخية معنا في الواقع حول طريقة استغلال الأراضي للجهة حضور في الملتقى الدولي لسنة 411 ميلادي في قرطاج. للجهة سوق يعرف بسوق بوزديرة، سوق جعل جهة بوسالم مركزا عالميا للتبادل التجاري في القرن 18. تكون في مدينة بوسالم سوق وطنية تأتيها القوافل من الجريد، زمل الجريد، محملة بالوزر القماش، بالتمر، محملة بالذهب، معناتها التبر مش حتى الذهب، بالعبيد. العبيد سوق بوزديرة، في الواقع هنشير بوزديرة تلتأم فيه سوق سنوية ابتداء من منتصف شهر أوت إلى منتصف شهر سبتمبر، أي تقريبا بعد موسم الحصاد. هذا وبالرغم من تراجع حضورها وتأثيرها في العصر الوسيط، فسرعان ما استعادت إشعاعها في الفترة الحديثة والمعاصرة. محط 1881 ثم محط 1922 هي يسمى قضية مانيفال أو هنشير الروماني، اللي أول مرة تم محاكمة معناها معمر من أجل معناها الاعتداء على عمل الفلاحين، إضراب متاع العمل الفلاحين، إضراب هام، وما مثل جاءوا اختاروا معناها في نوفمبر وقت تبدأ معناها الزراعة والزراعة بطبع الحال، وقع اتفاق حتى مع بعض الفلاحين التوانسة باش يرفعوا في الأجور باش معناها تبان هي موجهة ضد المعمرين دون سواهم. نجاح التظاهرة يفرض علينا التفكير العملي استثمار البحث العلمي. بالنتيجة لم يستكشف منها إلا حوالي ثلث أو أقل، مناطق أخرى كبرى مثل بلطة مهمشة بالكامل، هناك ضعف في الاستثمار في هذا المجال. كان يوما أكاديميا بامتياز، استفدنا منه إذن علميا معرفيا، واستفادة أخرى استراتيجية أعتقد أنها تؤسس لعمل جماعي يساهم في الارتقاء الفكري وتكريس الحوار والتفاعل المعرفي. تظاهرة قد تؤسس لمشروع ثقافي معرفي يكرس انفتاح الأكاديمي على محيطه ويصالح المجتمع مع ذاكرته.